أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن أغلب شعوب العالم تؤيد تحرك حكوماتها الآن لمواجهة مشكلة التغيرات المناخية. وفي استطلاع أجراه مركز المعلومات وأجرته شركة إيبسوس في 31 دولة عبر الإنترنت، أشار الاستطلاع إلى أن تلك الدول لديها خطط واضحة لمواجهة التغيرات المناخية. وأوضح الاستطلاع أن 68% من الآراء أكدت ضرورة تحرك الحكومات الآن لمواجهة مشكلة التغيرات المناخية حتى لا تتأثر الأجيال القادمة.